أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة ألف ألف صلاة وسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك وأحبابك يا سيدنا ويا إمام الحرمين الصلاة ألف ألف صلاة وسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك وأحبابك يا حبيبنا ويا من في المدينة أسكنه الله الصلاة ألف ألف صلاة وسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك وأحبابك يا نبينا محمد عليه السلام ويا شفيع المذنبين عند الله الدوام لله والبقاء لله والفناء لنا ولروح مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى روح أمي الفاتحة والصلوات.